عيب يالا، انا مزراوي يالا، نصير مزراوي الاسد المغربي بيرد على مدربه توماس توخيل باداء ولا اروع ولا اجمل ولا اعظم. مزراوي يتعملق في فوز كبير اليوم لبايرن ميونخ على بوخم في الدوري الالماني. لايك اشتراك فعل زر الجرس، لا تكن من المشنكعين وكن من العظماء رسميا يا ساده كرام. نصير مزراوي ابدع اليوم، امتع اليوم. نصير مزراوي بيرد على تخل بيقول له بعد كده اما تيجي تتكلم عن المغرب اتكلم بادب يا تخل. ساعات المدرب بيرمي اللاعب بتصريحات علشان اما يجي يلعبه يبقى نفسيته وحشه، لكن مزراوي النهارده احرق تخل وقال له انا مزراوي انا افضل باك يمين في العالم. مزراوي صنع النهارده 4 فرص حقيقيه للتسجيل كاكثر لاعب المباراه صناعه للفرص. مزراوي النهارده ساهم في 3 اهداف لبايرن ميونخ. مزراوي دفاعيا النهارده روعه فرجه. اتفرج يا كايدهم، اتفرج يا مزراوي يا كبير. فوز كبير لبايرن ميونخ. انا سبت المباراه وهي 5-0، معرفش بعد التصوير النتيجه ممكن تبقى 6-7 ولا ايه يا ساده يا كرام. يوم كبير لسه في انتظارنا، عندنا مرابط مانشستر وعندنا زياش جلطة سراي وعندنا يوسف النصر اشبيليه، وانتظرونا في الفيديوهات القادمه.